بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقتنا اليوم عن بحيرة سد وادي جنونة جنوب المملكة العربية السعودية في محافظة العرضيات، وهي عبارة عن تجمع لمياه الأمطار المنحدرة من أعالي الجبال، ويبلغ طول البحيرة قرابة 4 كيلومتر ويصل عرضها إلى قرابة 800 متر. وتتميز البحيرة بوجودها بين الجبال ومرور الطريق بجانبها وبارتفاع مناسب، مما شكل إطلالة عليها بشكل مباشر وممتع، خاصة بعد الأمطار وفي فصل الربيع. يمكن الوصول للبحيرة عن طريق الذهاب إليها من مدينة القنفذة بمسافة 65 كيلومتر شرقا. وبالإمكان أيضا الذهاب إليها عن طريق المحافظات المجاورة لها. وإلى هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وشكرا لكم على المشاهدة.